إثر حادث مروري عام 2018، أصبح رعد من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة عجز تجاوزت 85%، 3 أعوام يعاني رعد تردي الواقع الصحي وغياب الاهتمام في مختلف زوايا الحياة. رئيس هيئة المعوقين هو. زين، احنا ما ناشده، احنا 170,000، يعني احنا ما نبيهن شيء، يعني 170,000 من نطيهن. زين، اسعد العيداني ياهو ما ناشده منه. وصلت له للمحافظ؟ المحافظ يا ريت يخليك الطبله. يعني انت ما موصل له مناشدتك؟ لا، موصل له مناشدتين ثلاثه وصلت له، ماكو، يعني يقول لك احنا ما بدينا شيء، انتظر يوم ما يوصل. وإضافة لما ذكر من عجائب المتاجرة بذوي الاحتياجات الخاصة، يفيد رعد بأن عشرات المخاطبات للحكومتين المركزية والمحلية لم ولن تأتي أكلها، فلولا تكفل والديه وجهود أبنائه وزوجته لكان بوضع أسوأ من الآن بنسبة كبيرة. هاك أحد داين من العالم يعافى، وهاي أحد داين مثل مليون أو هاي خذها. إذا تروحون هم روحاتكم للأطباء وللمستشفيات على الحساب الخاص؟ كله على حساب، لا ماكو، كله على حسابنا، يعني كله علاجه، طبيبه، مسافه، كل شيء، يعني ملابسه، اكله، شربه. ينتظر رعد من يتكفل بعلاجه خارج القطر على الصعيدين المحلي او المركزي، فخلال الاعوام الخمسة الماضية طرق الابواب دون نتيجة تذكر. من البصرة، اركان تقي، قناة التغيير.